تفسير حلم رؤية قبور الصحابة في المنام. إن الصحابة هم من عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا على يده ودافعوا عنه وأكملوا المسيرة من بعده، والصحابة لهم قيمة كبيرة، وتكون رؤية قبورهم هي علامة على الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة. تابعوا معنا. تفسير رؤية قبور الصحابة في المنام هي دلالة على أن الرائي يتمتع بأخلاق حسنة وسمعة طيبة بين الناس. تفسير رؤية قبور الصالحين في المنام هي دلالة على أن الرائي سيكون قادرا على تحقيق الأمنيات في القريب العاجل. تفسير حلم رؤية قبور الصحابة في المنام هي دلالة على أن الرائي عليه أن يتخذ الصحابة قدوة له في حياته. تفسير رؤية قبر علي بن أبي طالب هو دلالة على العلم النافع، وتفسير رؤية قبر عمر بن الخطاب في المنام هي دلالة على شدة القوة في مواجهة الأعداء والخصوم. تفسير رؤية قبور أولياء الله الصالحين في المنام. تفسير رؤية قبور أولياء الله الصالحين في المنام هي دلالة على أن هذا الشخص يتمتع بمكانة عالية، وتفسير رؤية تنظيف قبر من قبور أولياء الله الصالحين هذه دلالة على أن هذا الشخص هو شخص متعاون ودائما ما يحاول أن يخدم الآخرين. تفسير رؤية الرجل يصطحب امرأته إلى زيارة قبر من قبور أولياء الله الصالحين هي دلالة على أن هذا الزوج يقدر زوجته ويحبها بشكل كبير. تفسير رؤية الحامل وهي تذهب إلى أحد الأضرحة لأولياء الله الصالحين تدعو الله وتسأله في المنام هي دلالة على أنها سوف تنال ما تسأل الله به. تفسير رؤية الحامل تذهب مع زوجها لأحد الأضرحة لأولياء الله الصالحين دليل على أن علاقتهم ستكون أقوى. تفسير قبور أولياء الله الصالحين في المنام للعزباء. تفسير زيارة قبور أولياء الله الصالحين في المنام للعزباء هي بشرى على قرب تحقيق الأحلام والوصول إلى ما تتمنى وتحلم به. تفسير رؤية الفتاة العزباء وهي ترغب في زيارة بيت أحد أولياء الصالحين ولا تعرف الطريق أو الاتجاه الصحيح هو دليل على أن الرائي في حيرة كبيرة من أمرها. تفسير رؤية الفتاة العزباء لرجل في طريقها أثناء ذهابها لزيارة ضريح أحد أولياء الله الصالحين هي بشرى لقرب خطبتها من رجل صالح. تفسير رؤية أن منزل الفتاة العزباء تحول إلى ضريح لأحد أولياء الله الصالحين دليل على أن منزل هذه الفتاة به شخص صالح قريب من الله عز وجل. تفسير رؤية قبور أولياء الله الصالحين في المنام للمتزوجة. تفسير زيارة المتزوجة قبور أولياء الله الصالحين في المنام هي دلالة على أن الرؤيا سوف يحقق الله لها أمنيتها في القريب العاجل. تفسير رؤية المتزوجة أنها تذهب لضريح أحد أولياء الله الصالحين وتجد خاتما وترتديه هي بشرى لها بأنه ما تتمناه سيتحقق قريبا. تفسير الرؤيا أن السيدة المتزوجة في زيارة لأحد الأضرحة هو دليل على أنها سوف ترزق بالذرية الصالحة قريبا.